كل محاضرة فيها امتحان على المحاضرة اللي فاتت. يعني الكود المصري ده بالنسبة لك كأنه مجلة تتصفح فيه في الوقت اللي انت فاضي فيه. بص يا باشمهندس، عندك الاسبوع في 168 ساعة، 5 ساعات كفاية اوي تحل الشيت. مهندس مدني يعني مسؤول عن موقع بملايين. اللي مش فاهم يا جماعة فاهمين؟ انت يا ابني ووحدته بيجي البيراور، كل واحد يطلع ورقة وقلم ويكتب عليها اسمه، مشيل ورقة بالغياب. وخلي بالك لو نسيت تضرب الناتج في واحد المسألة كلها هتبقى غلط. انت مش فاهم دي كمان؟ انتوا بقى متذكروش، في امتحان المحاضرة الجاية يا جماعة. الشغل حاجة والدراسة حاجة تانية.